أكد رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد الشتيا ضرورة العمل دوليا على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات لكل المناطق في القطاع. وخلال لقائه المتحدث باسم حزب الخضر الألماني للشؤون الدولية، جدد الشتيا رفض السلطة الفلسطينية لأي أفكار لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن بيوتهم وأراضيهم في قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل على خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67.